السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد بعد فترة طويلة من الانقطاع والغياب ومع لقاءات ميديا تأمين. النهاردة هنتكلم عن طريق الحصول على شهادة الـ FCII علشان كل الناس اللي بتشتغل في قطاع التأمين تكون مميزة نفسها عن أي شخص تاني في أي مكان تاني. في بيت شعر للمتنبي بيقول في قصيدة مشهورة ليه، بيقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وفي كمان بيت شعر لأبي قاسم الشابي بيقول: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. الأبيات دي أتمنى إن إحنا نخليها دايما قدامنا، لو حتى نكتبها ونخليها في ورقة قدامنا طول ما إحنا بنذاكر وطول ما إحنا بنتعب وطول ما إحنا محرومين من حياتنا الاجتماعية علشان نوصل للهدف اللي إحنا عايزينه اللي هو شهادة الـ FCII. شهادات التأمين بتمنح من جهات كتير، أشهر جهة بتدي شهادات في مجال التأمين هو الـ CII اللي هو اختصار لاسم The Chartered Insurance Institute of London اللي هو اسمه بالعربي معهد التأمين القانوني أو الملكي بلندن. معهد التأمين القانوني بلندن بيدي شهادات بتبتدي من شهادة Insurance Award أو Award in Insurance بـ AW الاسم بتاعها، وبتتدرج الشهادات بعد كده لحد لما بنوصل لأعلى شهادة على الإطلاق اللي هي شهادة الـ FCII. في بعد كده الـ BIBF بيدي شهادات تانية، في معهد التأمين الأمريكي عنده شهادات، في معهد التأمين الأسترالي عنده شهادات، ومعهد التأمين الهندي عنده شهادات. ولكن في النهاية إحنا كسوق في الشرق الأوسط اللي يهمنا أكتر هي شهادات معهد التأمين القانوني البريطاني اللي هو الـ CII وما في حكمها، زي شهادات من الـ BIBF أو بعض الشهادات من معهد التأمين الهندي أو بعض الشهادات من معهد التأمين الأسترالي. وهتكلم برضو بعد كده على معهد التأمين الأمريكي وعلى الشهادات بتاعته، سواء الـ CPCU الـ ARM الـ ARE الـ AIC، الشهادات دي كلها لأن هي برضو في مرحلة ما هتكون مفيدة كميجور أتشيفمنت للناس اللي هي إن شاء الله عايزة تخلص الطريق بتاعها لشهادة الـ FCII. قبل ما نبتدي نشرح تفاصيل الشهادات، أنا عايز أقول إن إحنا لو نبص حوالينا، يعني كل واحد بس كده يبص حواليه في المكتب بكرة الصبح إن شاء الله، يشوف في الشركة اللي هو بيشتغل فيها كم واحد معاه ACII أو كم واحد معاه FCII، يعني كم واحد معاه تايتل اسمه Chartered Insurer، إن هو مؤمن محترف مسجل ومعتمد من قبل أشهر جهة بتمنح وتسجل الناس المتخصصين في مجال التأمين. على ما أظن وبدون مبالغة إن في شركات التأمين اللي موجودة في السوق، لو هم 32 شركة باستثناء مثلا الشركات الضخمة جدا اللي فيها عدد ناس بيزيد عن 1000، كل شركة لو من الشركات المتوسطة اللي عدد الموظفين اللي فيها لا يزيد عن 200-300 مش هيكون فيها أكتر من شخص أو اتنين معاهم شهادة الـ ACII أو بعد كده الـ FCII. يعني تقريبا من كل شركات التأمين اللي بتشتغل في السوق، سواء شركات تأمين أو شركات وساطة تأمين، إحنا عندنا حوالي أقل من 1% من العاملين في مجال التأمين معاهم ACII. تخيلوا الوضع ده لما نقارن شركة تأمين فيها شخص أو اتنين معاهم ACII بمكتب بروكر محلي، يعني مش بنتكلم على مكتب انترناشونال ولا شركة كبيرة ولا أي حاجة، مكتب بروكر محلي موجود في انجلترا. أحد المتطلبات الأساسية لتسجيل شركة وساطة في السوق البريطاني إنها تكون شركة بريطانية تشتغل في السوق البريطاني من غير حتى ما يكون ليها أي نشاط جوه الاتحاد الأوروبي، إن لازم ما لا يقل عن 50% من العاملين في الشركة يكون معاهم شهادة الـ ACII. 50% من قوة العمل اللي بتشتغل بدوام كامل، والـ 50% التانيين طول ما هم ليهم احتكاك بالجمهور لازم صاحب الشركة يقدم خطة ازاي الناس دي هتاخد شهادة الـ ACII في خلال 3 سنين من تاريخ توظيفه ليهم، وإلا يعتبر العقد بينه وبينهم يعتبر مفسوخ اوتوماتيك وملهمش اي حقوق.
علشان كده معظم شركات الوساطة والشركات الكبيرة اللي موجودة في انجلترا شيء بديهي ان الناس اللي فيها يكون معاها ACII. شهادة الـ ACII بترفع الكفاءة المهنية للناس اللي بتشتغل، ومش معنى كلامي ان كل اللي معاهم ACII هم اللي بيفهموا ومن غيرهم محدش بيفهم، يعني محدش ياخد كلامي بالمعنى ده. احنا بنقول ان هي دليل علمي او دليل مثبت، يعني physical evidence على ان الشخص qualified بما فيه الكفاية. يعني سيدنا ابراهيم لما قال لسيدنا محمد، قال لربنا ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني ان الشخص بيفهم، ان الشخص متمكن، ان الشخص ممارس للتأمين، كل ده كويس، ولكن في ختم بيوسم به الشخص بيقول ان الشخص ده فعلا متمكن وفاهم، هو ختم CII، الختم من معهد CII بالشهادات اللي الشخص هيبتدي ياخدها. لكن برضو بأكد علشان ما حدش يقول ان اللي بس معاهم شهادات هم اللي بيفهموا، لا، في اساتذه لينا كتير، في ناس كتير موجودة في كل حتة في الدنيا بتحب التأمين، أبدعت فيه، ليها مساهمات ما ينكرهاش إلا جاحد معهاش ACII، وفي برضو ناس معاها ACII وما عملتش أي حاجة تفيد الشهادة دي، أو أخد الشهادة في مرحلة ما من حياته وبعد كده بيشتغل نقدر نقول زي القصور الذاتي كده، لما نوقف محرك العربية وتفضل تتحرك شوية لحد لما تقف وما عملش أي حاجة بعد كده. فدي بس نقطة للتنويه. فنرجع تاني للشهادات. هنقول أول شهادة موجودة عند معهد التأمين البريطاني هي شهادة اسمها الانشورانس أورد، الرمز بتاعها AW، وبتتعطى من أول 15 نقطة. شهادات معهد التأمين البريطاني إن هي بتشتغل بنظام النقاط. علشان أخد شهادة ما لازم أكمل متطلبات معينة كحد أدنى من عدد النقاط المطلوبة، بشرط أن المسار بتاع النقط يكون من المسارات اللي بتمر على المحطات الإجباري اللي ما ينفعش أن أنا ما أمرش عليها. بعض المواد الإجباري لازم تتاخد من غير المواد الإجباري. إن شاء الله لو كملت 5000 نقطة من غير ما ياخد المواد الإجبارية، أنا في وجهة نظر أو أنا قدام معهد التأمين في لندن أنا معي شهادة تأمين. أول شهادة هي شهادة الإنشورانس أورد، بتتعطى من أول 15 نقطة، وأي حد حاصل على شهادة الـ IFCE في الوقت الحالي يقدر يقدم على المعادلة بتاعة الـ IFCE بتاعته بـ 15 نقطة، وهنتكلم بعد كده إجراءات المعادلة بتتم إزاي. بعد كده في شهادة تانية اسمها شهادة Certified CII، بالحد الأدنى للمتطلبات بتاعتها 40 نقطة، ولازم الشخص يكون خلص مادة الانشورانس أورد اللي هي W01 أو أعفية منها، أو خلص مادة IF1. وعلشان يكملها أسهل مسار وأسرع مسار أنه ياخد مع W01 أو بعد ما يتعفى من IFCE أو ياخد IF1، ياخد معاهم مادة اسمها IF3، دي اسمها Insurance Underwriting Process، وعدد النقاط بتاعتها 15 نقطة، زائد مادة تانية اسمها IF4 Insurance Claims Handling Process، وعدد النقاط بتاعتها 15 نقطة. مادة الـ IF1، مادة الـ W01، مادة الـ IF3، مادة الـ IF4، كلهم الامتحانات بتاعتهم اختيار من متعدد MCQs، زمن الامتحان ساعتين. الـ W01 الاختبار بتاعها بيكون 100 سؤال، الـ IF1 الـ IF3 والـ IF4 الاختبار بيكون 75 سؤال، والحد الأدنى للنجاح هو 70%. يعني في الـ W01 لازم أخد 70 درجة على الأقل علشان أكون نجحت، في الـ IF3 الـ IF4 لازم أخد 52 درجة علشان أكون نجحت. أما الشخص يعادل الـ IFCE وياخد الـ IF3 زائد الـ IF4، يبقى هو كده خلص شهادة الـ Certified CII. أو إن الشخص يعادل أو لو الشخص معفي من الـ IFCE، يعني بحكم الدراسة مثلا متخرج من معهد الإدارة أو متخرج من أي جهة الكومبلاينس عنده في الشركة قالت له
انت بشهادة التخرج دي او بالشهادة الدراسية دي عندك اعفاء من شهادة الـ IFCE، يبقى البديل بتاعها ان هو ياخد مادة الـ W01. وبعد كده برضو في آخر المحاضرة هنتكلم على طريقة ان الشخص يقدم بيها على إعفاء غير الـ IFCE، الإعفاء من زي جامعة اليمامة، جامعة الإمام، جامعة الملك سعود، معهد الإدارة، الحاجات دي كلها ايه الطريق اللي هو يمشي فيه علشان ياخد إعفاء. يبقى احنا دلوقتي قلنا اول شهاده الانشورانس اوورد 15 نقطه بتتاخد من ماده ال W01، بعد كده شهاده السيرتيفايد سي اي اي عباره عن 40 نقطه بتتاخد يا اما من ماده ال W01 زائد الاي اف 3 زائد الاي اف 4 او الاي اف سي اي زائد الاي اف 3 زائد الاي اف 4. هنقول ان الشخص دلوقتي بقى معاه 40 نقطه واخد شهاده السيرتيفايد سي اي اي، يبقى لازم يكمل بعد كده علشان يوصل لشهادة الدبلومة. شهادة الدبلومة من 120 نقطة. المواد الإجباري في شهادة الدبلومة أول واحدة هي مادة اسمها Insurance Finance أو ماليات التأمين، أو يعني على ما أذكر اسمها الأسس المالية للتأمين، بس هي الرمز بتاعها P92. مادة الـ P92 أو ممكن يكون تشوفوا برضو دلوقتي على الويب سايت بتاع الـ CII يكون اسمها الـ M92. الـ M في الـ CII إن الامتحان بيكون ميكس، خليط من مجموعتين من الأسئلة هنوضحهم دلوقتي. المهم إن مادة ماليات التأمين اللي هي الـ P92 أو الـ M92 إجباري، قانون التأمين اللي هو الـ M05 أو الـ PO5 إجباري، زائد مادة من مواد الأدفانسد دبلومة اللي هي المواد اللي ب30 نقطة. وهنا لازم نقف وقفة صغيرة إن شهادات أو مواد الموجودة في معهد التأمين البريطاني بتتراوح عدد النقط بتاعتها من أول 15 نقطة لحد 50 نقطة. كل المواد اللي هي الـ IF النقط بتاعتها 15 نقطة، والامتحان بتاعها اختيار من متعدد على حسب بعد كده بقى عدد الأسئلة. في امتحانات 100 سؤال، في امتحانات 75، في امتحانات 50، في امتحانات 25، على حسب. والمواد الـ IF، الـ IF1 اللي هي القانون، الـ IF3 الـ Underwriting، الـ IF4 الـ Claims، في بعد كده مواد خاصة بالـ Customer Service، Household Insurance، Medical Insurance، Motor Insurance، Underwriting Practice، في حوالي 15 أو 16 مادة. احنا اللي يهمنا علشان الطريق بتاعنا يكون سريع وعلشان امورنا تبقى ماشيه كويس، اسهل حاجه عادل الاي اف سي اي، خد الاي اف 3، خد الاي اف 4، يبقى انت كده خلصت شهاده السيرتيفايد سي اي اي. المادتين ميزه بتاعتهم الاي اف 3 والاي اف 4 ان اللغه الانجليزيه بتاعتهم سهله، مش هتحتاج مجهود كبير في الدراسه، وفي نفس الوقت بيدوا فكره عامه عن كل ما يتعلق بالتأمين كمصطلحات مهمة من وجهة نظر الاكتتاب ومن وجهة نظر المطالبات. والميزة دي مهمة للناس اللي هي مش هتكون حابة بعد كده ان هي تكمل في المسار اللي من معهد التأمين القانوني في لندن، وعايزة تقلب بعد كده وتشتغل مع البي اي بي اف مثلا على سبيل المثال، وتاخد المواد اللي بالعربي. مشكلة الناس اللي بتاخد المواد كلها بالعربي انها بيكون عندها نوع من القصور، انا بتكلم برضو في بعض الاحيان مش على كل الناس، انا بتكلم عموما ان الناس ما بتكونش ملمة بشكل متعمق بمصطلحات التأمين باللغة الانجليزية، وبالتالي دراسة الـ IF3 والـ IF4 بالانجليزي هتوضح للناس كل مصطلحات التأمين بالانجليزي، وهتفهمهم هي بتشتغل ازاي بالانجليزي، ولو عايز يكمل بعد كده بالعربي مش هيكون عنده مشكلة. نرجع تاني للمواد الإجباري من الـ CII، هي الـ علشان شهادة الدبلومة، في عندنا مادة الـ P92 أو الـ M92 اللي هي الـ Insurance Finance، في الـ Insurance Law اللي هي الـ M05، وفي لازم إن الشخص ياخد مادة بـ30 نقطة من الـ CII اللي هي المواد بقى اللي ب30 نقطة اللي هي مواد الادفانسد دبلومة. احنا اتكلمنا على المواد اللي ب15 نقطة اللي هي شهادة الاي اف. بعد كده عندي الدبلومة ليفل ليهم مواد بتتراوح ما بين 20 نقطة، مواد ب25 نقطة، ومواد ب30 نقطة.
بس حتى لو كانت المادة ب 30 نقطة فما زال اسمها من وجهة نظر المعهد مادة دبلومة ليفل. يعني مش مهم، يعني هو لما يقول لي انت محتاج 30 نقطة من الادفانسد دبلومة ليفل، يبقى لازم ادور على مادة من مواد الادفانسد دبلومة ب 30 نقطة، مش اخد مادة ب 30 والاقيها في النهاية ان هي من مواد الدبلومة. لا، واخدت مادة ب 30 وطلعت من مواد الدبلومة وانا محتاج مادة ب 30 ادفانسد دبلومة، يبقى كأني بالظبط ما عملتش اي حاجة، ولازم اكمل بعد كده واخد المادة اللي ب 30 اللي هي من الادفانسد دبلومة ليفل. شهادات الدبلومة، أو عفوا مواد الدبلومة، المواد اللي ب 20 نقطة زي على سبيل المثال مادة مشهورة اللي هي P21 اللي هي اسمها الانشورانس كونتراكت، بتتكلم على عقود التأمين، والمادة دي على فكرة مادة ممتعة جدا، بتتكلم على صياغة عقود التأمين، ازاي صياغة العقد بيتم. يعني الشخص اللي بيدرسها وبيكون واخد مادة القانون اللي ب 25 نقطة بيكمل شهادة منفصلة من معهد التأمين اسمها Certified Insurance Contracts، يعني شخص متخصص في كتابة عقود التأمين. دي اللي هي مادة الـ Insurance Contracts الـ P91 مع مادة القانون. علشان أكمل الدبلومة قلنا لازم أخد مادة القانون والـ P92 زائد مادة ب 30 نقطة. جرى العرف إن أسهل مادة أو أكتر مادة شيوعا الناس بتاخدها علشان تكمل بيها هي مادة التكافل لأنها ب 30 نقطة. فإحنا هنفترض المسار الأسهل اللي هي إن الناس هتاخد مادة التكافل مع مادة القانون مع مادة ماليات التأمين. عندي التكافل ب 30، القانون ب 25، ماليات التأمين 25، يبقى كده 50 و30 80 بالإضافة لل40 نقطة بتوع شهادة السيرتيفايد سي اي اي، يبقى كده الشخص مؤهل انه ياخد شهادة الدبلومة سي اي اي، لانه كده بقى معاه 120 نقطة يقدر ياخد بيهم تايتل دبلومة سي اي اي، ويستخدم تايتل دبلومة سي اي اي ويبقى معاه شهادة الدبلومة. علشان نكمل من الدبلومة للأدفانس دبلومة، الأدفانس دبلومة الحد الأدنى من النقط المطلوبة هو 290 نقطة. أنا هيكون معايا 120 من الديب سي اي اي، علشان أوصل للأي سي اي اي محتاج 170 نقطة. المسار بتاع الأدفانس دبلومة محتاج إن الشخص ياخد على الأقل 5 مواد من مواد الأدفانس دبلومة ليفل، يعني غير مواد الدبلومة وغير مواد السيرتيفايد لازم الشخص يدور على 5 مواد من مواد الأدفانس دبلومة، بشرط ان يكون واحده منهم اما الادفانسد اندر رايتنج اللي هي الاكتتاب المتقدم، او الادفانسد كليمز تسويه المطالبات المتقدمه، او الانشورنس بروكينج. الادفانسد اندر رايتنج الرمز بتاعها 960، الكليمز الرمز بتاعها 820. ماده البروكينج هي من المواد الشائعه جدا في انجلترا، لكن انا ما شفتش هنا حد في السوق بياخدها، لان هي كلها بتتكلم على قوانين التامين اللي بتحكم العلاقة ما بين شركة التأمين وما بين وسيط التأمين في انجلترا. إنما مادة المطالبات المتقدمة ومادة الاكتتاب المتقدم الاتنين مواد الصياغة بتاعتهم حلوة جدا، الاسلوب بتاعهم جميل، واي شخص بيخلصهم فعلا او بيقرأ الكتب بتاعتهم فعلا بيستفيد بيهم. لما الشخص يخلص هو هيكون واخد الأول التكافل مثلا من الدبلومة والمادة الإجباري اللي هي سواء underwriting أو claims على سبيل المثال. اتنين، هيبقى فاضل بعد كده عنده 3 مواد تانين advanced diploma لازم يخلصهم. ممكن في ناس مثلا بتاخد مادة الماركتينج اللي هي 945، دي من المواد الجميلة. ممكن ياخد مثلا لو اخد الاندرايتنج ياخد معاها الكليمز، يعني هيشكل في عنده تشكيلة من في مادة ريسك مانجمنت ب 50 نقطة اسمها استراتيجيك ريسك مانجمنت على ما اظن. في مادة تانية ب 30 نقطة برضو اسمها Advanced Underwriting، يعني ممكن الشخص ياخد الـ Underwriting Management اللي هي 960 وياخد كمان الـ Advanced Underwriting. المواد بتاعة الـ Underwriting والمواد بتاعة الـ Claims مواد قمة في الثراء من ناحية المعلومات اللي فيهم،
وفي نفس الوقت لما الشخص بيخلصهم فعلا بيستفيد وبيحس بتقدم ملحوظ في المستوى بتاعه وفي أدائه وفي مهنيته. احنا قلنا ان المواد زي الـ P92 او الـ M92 والـ MO5M اللي هي اختصارا لكلمة ميكس، لان نظام الامتحانات في الـ CII دلوقتي في معظم المواد هو نظام الميكس. الميكس ان الشخص لما بيسجل للمادة بيجيله مع الكتاب بيجيله assignments، يعني سؤال عبارة عن كأنه ورقة بحثية. الأسايمنت ده بيتكتب، كل أسايمنت بيتم الإجابة عليه في حدود 3000 كلمة تقريبا، فبيجيله مثلا 2 أسايمنتس أو 3 أسايمنتس على حسب المادة والطريقة بتاعتها. لازم يجاوب على الأسايمنتس دي طبقا للمعايير المحطوطة. عادة المعايير اللي موجودة في الوقت الحالي ان الاجابة على كل assignment لازم تكون في حدود 3000 كلمة تقريبا، او ممكن 3200 كلمة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان ما ينفعش شخص يقدم assignment التاني من غير ما يكون assignment الاول تم قبوله وجاله اشعار ان assignment الاول تم قبوله، وده بيتم في خلال حوالي 45 يوم من تاريخ ارسال assignment. النقطة الثالثة، ان لازم الاسايمنتس كلها تترسل وتقبل في خلال سنة. لو هتعدي السنة والاسايمنتس كلها ما كانتش خلصت، لازم الشخص هيعيد تقديم الاسايمنتس من اول وجديد. النقطة الاخيرة، ان في الامتحان بتاع شهر اكتوبر والامتحان بتاع شهر ابريل، الشخص بيدخل امتحان زمنه ساعتين عبارة عن 50 سؤال multiple choice، يعني اختيار من متعدد. يبقى الشخص كتب assignments وقاعد هو في البيت كتبها على رواقه وبعدها وبإذن الله تتقبل منه، وبعد كده بيجاوب على أسئلة اختيار من متعدد. لما بينجح في أسئلة الاختيار من المتعدد بيجيب الحد الأدنى للدرجات بتاعتهم اللي هم 60%، مع ان الاساينمنتس بتاعته بيكون تم قبولها، يجيله اختار او شهاده ان هو اجتاز الماده. غير كده الماده لازم هيتعاد الاساينمنتس بتاعتها او لازم هيتعاد الاختبار المالتيبل تشويس بتاعها. مواد الادفانس دبلومه ملهاش اي اختبار من يعني الواحد يقعد فيه زي الاختيار من متعدد. المواد كلها بتشتغل بنظام الاساينمنتس، يعني ماده الاندر رايتنج، الكليمز، الماركتينج، الاستراتيجيك اندر رايتنج، البروكينج، المواد كلها بتشتغل بنظام الاساينمنتس. اول لما الشخص بيسجل للماده بيجي له مع الكتاب الاساينمنتس، كل اساينمنت بيجاوب عليه في حدود 3200 كلمه، يبعت الاساينمنتس تتقبل، يبقى هو كده نجح في الماده. نرجع تاني، يبقى الشخص هيبتدي الاول بمعادله الاي اف سي اي او اجتياز ماده ال W01، يكمل بعد كده مادة الـ IF3 والـ IF4 اللي هو أسرع وأنجز طريق علشان يخلص بيهم شهادة Certified CII، يكمل بعد كده 80 نقطة كمان من مادة الـ M92 اللي هي المادة اللي بتتكلم على الانشورانس فاينانس، الـ MO5 مادة القانون، مع مادة التكافل أو أي مادة تانية هو شايفها مناسبة بـ 30 نقطة. وانا اقترح في الحاله دي ان احنا ناخد التكافل من البي اي بي اف، لان التكافل من البي اي بي اف بتشتغل بالنظام العادي اللي هو اختبار في ابريل اختبار في اكتوبر، وان احنا لما بنجتاز الاختبار بناخد الشهاده. وماده التكافل من البي اي بي اف الميزه فيها ان هي ما بتحتاجش معادله بعد كده، سواء اخذتها من البي اي بي اف او اخذتها من السي اي اي، سواء بالعربي من البي اي بي اف او بالانجليزي من السي اي اي، فهي مش محتاجة معادلة ومش محتاجة ان انا بكتب لها يعني مش محتاجة ان انا اكتب لها الاساينمنتس بتاعتها. انا بجلس للاختبار ابريل او اكتوبر وبنجح. فعلشان كده انا نصيحة مني ان اي حد عايز ياخد مادة التكافل يروح مباشرة ياخدها من البي اي بي اف ويمتحن الامتحان الثلاث ساعات، ان شاء الله ينجح، يجيله اشعار النجاح، تجيله شهادة من لندن الاختبار باجتياز المادة، ويبقى كده ضمن ال 30 نقطة بتوعه. بعد كده نكمل 170 نقطة علشان نوصل لشهادة الأدفانس دبلومة. بعد ما الشخص يكون خلص شهادة الأدفانس دبلومة، جمع ال 290 نقطة إن هو مر على المسارات الإجبارية في شهادة السيرتيفيكت اوف انشورنس، اخذ ال W01 او الاي اف 3 او اعفي او الاي اف 1 او ال W01 او اعفي بموجب الاي اف سي اي، في الدبلومة أخذ المسار الإجباري الـ P92 والـ M92 والـ MO5،
في المسار الإجباري للأدفانس الدبلومة أخد واحدة من ثلاثة، إما الأندر رايتنج وإما اللي هي 960 وإما الكليمز 820 وإما مادة البروكينج، بالإضافة إنه كمل بعد كده عدد من المواد إجماليهم لا يقل عن 5 من المواد الأدفانس الدبلومة ليفل، يبقى هو كده أخد 290 نقطة وخلص الشهادة اللي هي اسمها Advanced Insurance Diploma. الـ Advanced Insurance Diploma بيحق للشخص بعد كده، للشخص بعد كده ان هو يستخدم جنب اسمه يحط 4 حروف اللي هم الـ ACII Associate to the Chartered Insurance Institute of London، بالإضافة إن هو بياخد بعد كده تايتل من 3، يا إما Chartered Insurer لو هو بيشتغل في مجال التأمين يعني في شركة التأمين بشكل مباشر كمكتتب أو مسوي تعويضات، أو Chartered Insurance Broker لو هو بيشتغل في شركة وساطة التأمين، أو لو هو بيشتغل في مجال التأمين بس غير شركة تأمين أو شركة وساطة التأمين بياخد لقب Chartered Insurance Practitioner، 1 من 3 بعد ما يكون خلص ال 290 نقطة. اللي إن شاء الله هيكمل بعد كده وياخد شهادة ال FCII لازم ما بين ال FCII وال ACII مدة لا تقل عن 2، لازم اجتياز اختبار في مادة Business Ethics، وده بيكون عبارة عن assignment بيتم كتابته وتقديمه للمعهد في لندن، لازم بيقدم ورقة بحثية صغيرة في حدود 1200 كلمة يشرح فيها إنجازاته في مجال التأمين ويقول فيها هو ليه يستحق لقب الـ FCII، وآخر حاجة لازم يكون عنده Major Achievement يعني إنجاز كبير. الإنجاز الكبير يا إما بيكتب بحث عن مشكلة ما في مجال التأمين من 5000 كلمة، أو إنه بياخد شهادة زي الـ MBA، أو بياخد شهادة زي معهد التأمين الأمريكي بيدي شهادة زمالة الـ Risk Management اللي هي Associate Risk Management الرمز بتاعها ARM، فالـ ARM هي كمان تعتبر Major Achievement. فسواء MBA أو Master Degree بس لازم تكون من جامعات معتمدة من الـ CII، أو شهادة الـ ARM من معهد التأمين الأمريكي، أو ورقة بحثية في حدود 5000 نقطة كلمة، بس لازم طبعا بتتقدم وكده وتمشي في الإجراءات الكاملة بتاعت البحث لحد لما يتم قبولها، بالإضافة للاجتياز مادة البيزنس أثيكس، اجتياز يعني الأسايمنت للبيزنس أثيكس يتم قبوله، والورقة الصغيرة اللي هي فيها ما قدمه الشخص من إنجازات لصناعة التأمين تبرر حصوله على لقب الـ FCII. وطبعا في كل الأحوال لازم بيكون متابع لل CPD Continuous Development Process بتاعته من على موقع CII ويحدثها ويكتب كل سنة بالضبط إنجازاته والحاجات اللي هو عملها. بكده يبقى الشخص كمل شهادة الـ FCII. طريق طويل، طريق صعب، طريق ممتع، بعد ما الشخص بينجزه يعني بيكون في قمة السعادة، في قمة الفخر بنفسه، ميز نفسه ان هو في فئة 1 من 1000 من الناس اللي بتشتغل في قطاع التأمين في الشرق الأوسط اللي هم معاهم شهادة الـ FCII. نيجي بعد كده لشهادة الـ PIC اللي هي تعادل بالدبلومة CII من الـ BIBF. دي الأكتر الشهادات شيوعا وناس كتيرة معاهم الشهادة دي، والميزة بالنسبة لناس كتير ان هم بياخدوا الشهادة بالعربي. الشهادة دي المسار بتاعها بيكون كالتالي، ان الشخص اول حاجة بياخد مادة مقدمة في التأمينات العامة اللي هي رمزها W02. احنا قلنا في شهادة الانشورانس اوورد وعشان نكمل للسيرتيفيكت بناخد W01، هنا W02. كتاب الـ W01 والـ W02 الاتنين واحد، اللهم الـ W01 بالانجليزي الـ W02 بالعربي. الامتحان عبارة عن 100 سؤال اختيار من متعدد، النجاح من 70%، وده الاختبار الوحيد اللي الشخص علشان ياخده لازم يروح يمتحن في البحرين، ما ينفعش انه يؤدي الاختبار في السعودية. بعد كده الشخص بياخد مادة القانون وبياخد مادة ماليات التأمين. القانون بعد اجتيازها بيعادلها ب 25 نقطة من الـ CII طبقا لإجراءات المعادلة اللي هنتكلم عليها بعد كده. ماليات التأمين أو مادة الـ 92
برضه بالعربي. بعد ما الشخص بيخلصها بيمشي في اجراءات المعادله، انه ياخدها من السي اي اي، ياخد بيها شهاده تثبت انه اجتازها، وبالتالي تضاف للليرنينج ستيتمنت بتاعته وتسقط عليه، لان هو خلاص تسقط من عليه لما يكمل بعد كده دراسه من السي اي اي ما يقولولهوش هات الماده دي. بعد كده الشخص بيجتاز مادة من 4 مواد، يا إما بياخد مادة في التأمين البحري اسمها مادة تأمين البضائع رمزها P90. كنت بتكلم في المقطع الأول والتسجيل اتقطع للأسف عن المتطلبات للحصول على شهادة الـ PIC. قلنا أول مادة اللي هي W02 اللي هي مقابل الـ W01، بس ال W02 بالعربي و W01 بالانجليزي. بعد كده الشخص بياخد مادة ماليات التأمين P92، قانون التأمين P05، بياخد مادة من 4 مواد اللي هي مادة تخصص، إما تأمين السيارات أو المركبات، السيارات أو البحري أو الممتلكات أو المسؤوليات، كل واحدة منهم ب 25 نقطة زائد مادة التكافل ب 30 نقطة. الدراسة بتكون عن تعليم عن بعد، الدراسة بتكون باللغة العربية، الاختبارات كلها بتكون باللغة العربية في السعودية في الأكاديمية المالية، ما عدا مادة الـ W02 الاختبار بتاعها بيكون باللغة العربية، عفوا بيكون فقط في الـ BIBF في الهيد أوفيس بتاعه في البحرين. يعني الشخص علشان ياخد الـ W02 لازم يسافر البحرين علشان يمتحنها، لكن مش شرط إن هو ياخدها أول مادة، يعني ممكن يبتدي بالقانون، ممكن يبتدي بالممتلكات، يبتدي بالP92، ايا كانت الطريقة اللي هيبتدي بيها، هما مش مرتبطين ببعض ولا مترتبين على بعض. فممكن يخلي مادة الـ W02 أي وقت ظروفه تسمح إن هو يسافر، ساعتها يسجل في المادة ويمتحن. المواد الأربعة التانيين اللي هي قانون التأمين وماليات التأمين ومادة التخصص والتكافل، الامتحانات بتاعتها مرتين بس في السنة، مرة في إبريل ومرة في أكتوبر. أما مادة الـ W02 اللي هي مادة مقدمة في التأمين، بيكون الاختبار بتاعها 4 مرات في السنة، في شهر مارس وفي شهر 6 وفي شهر 9 وشهر 12، يعني كل 3 شهور تقريبا بيكون في امتحان في البحرين لمادة الـ W02. لما الشخص بيخلص مادة الـ W شهادة الـ PIC بيحتاج على يعني بياخد شهادة الـ PIC زي ما قلنا بال5 مواد، 3 فقط بيحتاجوا معادلة من انجلترا، هي القانون وماليات التأمين ومادة التخصص. أما الـ W02 بيجيله بيها شهادة بمادة كأنها الانشورانس أورد من انجلترا مباشرة بدون معادلة، ومادة التكافل بيجيله بيها شهادة من انجلترا برضو بدون معادلة. يبقى الشخص لازم يمشي في إجراءات معادلة ل3 مواد فقط، اللي هم مادة التخصص زائد مادة القانون زائد مادة الممتلكات. بال3 مواد دول لما الشخص يعادلهم بال75 نقطة، كل واحدة ب25 زائد 15 من الـ W02 زائد 30 من التكافل، يبقى الشخص كده أخد ال120 نقطة، أخد شهادة الـ PIC اللي هي تعادل بالديب سي اي اي أو دبلومة سي اي اي. كل شهادة من الشهادات من انجلترا بتخلي الشخص يكتب جنب اسمه رموز معينة، يعني لما الشخص ياخد شهادة السيرتيفايد سي اي اي بيكتب جنب اسمه سي كابيتال سيرت سي اي اي، سي كابيتال اي ار تي نقطة مسافة سي اي اي. بعد كده لما بيخلص ال 120 نقطة بيكتب جنب اسمه ديب دي كابيتال اي بي نقطة سي اي اي، ان هو معاه دبلومة من الدبلومة أو from the Chartered Insurance Institute. لما يخلص ال 290 نقطة وياخد ال Advanced Diploma يكتب جنب اسمه ACII ويحق له ان هو يستخدم تايتل اسمه Chartered Insurer. لو بيشتغل في شركة التأمين سواء في مجال الاكتتاب أو التعويضات بيكون Chartered Insurer، لو بيشتغل في شركة وساطة بيكون اسمه Chartered Insurance Practitioner، ولو Chartered Insurance Broker، ولو بيشتغل في مجال التأمين زي مثلا وكالة، شركة استشارات، في المؤسسة، في أي حاجة تتعلق بالتأمين ولكن ليس اكتتاب وتسوية تعويضات من جهة أو وساطة من جهة تانية، بيكون اسمه Chartered Insurance Practitioner.
يبقى تشارترد انشورر للمكتتبين ومسوي التعويضات، تشارترد انشورنس بروكر لوسطاء التأمين، تشارترد انشورنس براكتيشنر لأي شخص تاني بيشتغل في مجال التأمين عدا الوساطة والاكتتاب وتسوية التعويضات. لما الشخص بيخلص الـ ACII وياخد الـ 290 نقطة بيكمل بعد كده بعض المتطلبات علشان يوصل لشهادة الـ FCII. الـ FCII اللي هي Fellow to the Chartered Insurance Institute of London، والشخص علشان ياخدها لازم بيتم أول حاجة يكون فات على الـ ACII سنتين، بيكون عنده continuous development process ان هو بيدخل على الصفحة بتاعته في السي اي اي كل يوم كل شهرين ثلاثة ايا كان، يكتب الانجازات اللي هو عملها وبيجمع منها نقط، ادى محاضرات، حضر محاضرات، قرا كتاب، دخل امتحان، حضر ورشة عمل، كلها activities متاحة والشخص بياخد بيها نقط، علشان لازم بيجمع عدد معين من النقاط علشان ياخد بيه شهادة علشان تسمح له بعد كده ان هو ياخد الـ FCII. كمان الشخص مطلوب منه ان هو يكتب بحث في حدود الـ 1200 كلمة يذكر فيهم لماذا هو يستحق شهادة الـ FCII، بيجاوب الاسايمنتس الخاصة بمادة البيزنس اثكس، وبيعمل ميجر اتشيفمنت، والميجر اتشيفمنت اما بحث او اما شهادة MBA او انه ياخد شهادة تانية في مجال التأمين تفيده في مجال التأمين ولكن ليس شهادة تأمين زي MBA او الماستر من جهة، او ان هو دلوقتي من الطرق الموجودة ومتاحة مؤخرا اللي هي شهادة الـ ARM Associate Risk Management من The Institute من امريكا. لما الشخص يخلص المواد بتاعة الـ ARM ويحصل على زمالة المعهد الامريكي لإدارة المخاطر يقدم بيها كميجور اتشيفمنت علشان ياخد شهادة الـ FCII. الشهادة الأخيرة اللي احنا ممكن نتكلم عنها CPCU هي حلوة، هي 9 مواد بتكون مراحل، ممكن شخص ياخدها من مسار الكليمز اللي هو ياخد الأول شهادة اسمها AIC Associate in Insurance Claims، أو AIU Associate in Insurance Underwriting، أو ARE Associate in Reinsurance، ويكمل بعد كده لحد لما ياخد CPCU اللي هم 9 مواد. المواد ممتعين، الاختبارات بتاعتهم هنا بتكون كلها في الرياض في الأميد إيست اللي هو في الكندي بلازا اللي هو زي المركز الثقافي البريطاني يعني، بس ده المقابل ليه الأمريكي. كل الناس اللي بتكون عايزة تاخد شهادات من أمريكا لازم بتروح تمتحن من هناك، لأن هو اسمه بارومتريك إكزام سنتر، يعني هو مركز اختبارات معتمد من قبل الجهات المرخص لها بالتدريس والتدريب في أمريكا. بيروح يعني بيسجل اونلاين وبيدفع الرسوم بتاعه التسجيل وبيروح يمتحن في الأميد إيست اللي موجود في الكندي بلازا. والميزه في امتحانات السي بي سي يو كلها او كل امتحانات ده انستيتيوت عموما، سواء شهاده الاي ار اي الاي اي يو او الاي اي سي او السي بي سي يو، ان كلها الامتحانات بتاعتها اونلاين، وان الشخص اول لما بيعمل سبميت بتطلع الاجابه مباشره، بتطلع عفوا النتيجه مباشره ان هو باذن الله ناجح. ولكن انا من وجهه نظري شهاده السي بي سي يو عندها مشكلتين. المشكله الاولى ان هي مش متعارف عليها هنا في السوق في الشرق الأوسط عموما، والنقطة الثانية ان فيها على الأقل مادتين من المواد الأساسيين اللي هم الكور فيها، مواد صعبة جدا، لان هي مش صعبة علشان يعني ما حدش هينفع ينجح فيها، بس يعني هي كلها مبنية على القوانين بتاعت امريكا والقوانين بتاعت الولايات، هي مادة بتتكلم عن الاستثمار بس والقوانين الاستثمار بتاعت كل ولاية وطرق الاستثمار والعوائد اللي في الاستثمار من كل ولاية، فمادة دسمة جدا. هي حلوة لو شخص هيسافر يشتغل في امريكا، بس يعني الواحد ما يضيعش 6 شهور من حياته بيدرس مادة هتفيده من الألف للياء فقط إذا كان في أمريكا. يعني مواد الـ CII أنا عارف أن جزء كبير منها بيعتمد على السوق البريطاني، بس ده جزء من المادة، إنما المادة كلها بتتكلم تكنيكال، وممكن يكون فيها فصل أو أجزاء من فصول بتتكلم على قوانين التأمين في إنجلترا أو على الهيئات المنظمة للتأمين في إنجلترا. إنما أخد مادة من أولها لأخرها فقط بتتكلم عن سوق التأمين على أمريكا والشغل في أمريكا والاستثمار في أمريكا، أنا شايف إن هي يعني نقطة يعني الواحد لازم يفكر فيها، إلا لو هو مستهوي الموضوع فده وضع تاني. احنا اتفقنا من الأول إن أنا ما بمليش على حد طريق، أنا
كل اللي بقوله بناء على مشاهداتي، بناء على قراءاتي للواقع، وبناء على وجودي في سوق التأمين بقالي حوالي 21 سنة. فأنا لو عايزين نلخص الطريق باختصار، لو الشخص عايز يبتدي يدرس يعني في الجيش، لو طلب من كتيبة معينة ان هي تتقدم مسافة مثلا 20 كيلو، هي ما بتتقدمهمش كلهم خطوة واحدة. قائد الكتيبة بيعمل حاجة اسمها وقفات عبوية، ان هو بيجهز الجنود بتوعه، بيمشوا شوية، بيتعبوا، بيريحوا، بيعيد تشكيل الفرقة من جديد، الكتيبة بتاعته بيمشي شوية كمان، بيريح، بيتفقد العتاد بتاعه، وهكذا لحد لما يوصل للهدف. ففي ناس بتقع في مشكلة ان هي بتمشي لطريق الادفانسد دبلومه على طول، تاخد كذا ماده من مواد التخصص والمواد العلميه، وتقول انا هاخد مواد الاجباري هاخدها في الاخر. وده حاجه انا ما انصحش بيها، لان الواحد ممكن يجي في لحظه من اللحظات حماسه يفتر. فعلى الاقل اذا حماسنا فتر نبقى اخدنا المواد الكومبالسري، نبقى خلصنا شهاده. انما نبذل مجهود وناخد 200 نقطة و220 نقطة، يعني أنا أعرف شباب كتير معديين ال 200 نقطة بس ما يقدرش حتى يستخدم تايتل سيرتيفايد سي أي أي. ليه؟ لأن هو ما خلصش المواد الإجباري. فأنا نصيحتي لأي شخص، ابتدي الأول عادل الأي إف سي إي، خد الأي إف 3، خد الأي إف 4، خلص شهادة السيرتيفايد سي أي أي، بعد كده انطلق. عايز تشتغل من البي أي بي إف كمل الدبلومة، عايز تكمل من السي أي أي يعني تاخد البي أي سي لو هتكمل من البي أي بي إف، عشان أكون بس دقيق في كلامي، بعد السيرتيفايد سي أي أي هتاخد الثلاث مواد اللي هم مادة تخصص والاي بي او 2 والبي 92 والبي او 5 مع التكافل دول بكده، علشان تخلص المواد بتاعه البي اي سي. وانا مش عارف اذا كنت قلتها في التسجيل الاولاني ولا لحقتوها ولا جايز من الجزء اللي اتقطع، ان انا بنصح بقوه الاي اف 3 والاي اف 4، لان هم بيدوا نظرة شاملة على كل مصطلحات التأمين، نظرة بانورامية على صناعة التأمين، والشخص بيكون ملم بيهم بحاجات كتير، والامتحان بتاعهم إلى حد بعيد بيكون نسب النجاح فيه عالية وكويسة. فأنا أنصح الشخص يعادل الـ IFCE، ياخد الـ IF3، ياخد الـ IF4، هيقول أنا مش عايز دراسة بعد كده من إنجلترا، أنا عايز أكمل مع الـ BIBF وأكمل لحد شهادة الـ PIC، هيمشي في بقية المتطلبات بعد كده، ويعادل الـ PIC بالدبلومة CII، بس هيكون عنده عدد نقط أكتر من الـ 120 نقطة، أو بعد ما يخلص شهادة السيرتيفايد بـ 40 نقطة، هيكمل بمواد القانون وماليات التأمين والتكافل لحد لما يخلص الدبلومة CII، وهنا طبعا ما فيش محتاج معادلة من أي حاجة، ويكمل بعد كده لحد لما يوصل الـ ACII. خلص الـ PID بعد الـ PIC من البحرين، أخذ الـ ACII، كمل الديب سي اي اي، وصل للاي سي اي للادفانسد دبلومه ادفانسد ديب، اخذ الاي سي اي اي من انجلترا. في النهايه المتطلبات علشان شهاده الاف سي اي اي واحده، سواء من انجلترا، سواء خلص مباشره كان مع انجلترا، او كان مخلص عن طريق البي اي بي اف. الطريق بيكون واحد، الطريق محتاج نفس طويل، محتاج ان الشخص يشكل حياته في الجزء المتبقي من يومه بعد الدراسة. ناس كتيرة بتدخل وما بتكملش، لان هي بتقع في مشكلتين، ان ممكن في النص يكتشف ان التأمين ما كانش هو المهنة اللي هو حاببها، او ان هو كان بيشكل يومه، المذاكرة بتكون في الوقت الفاضي بعد لما بيخلص الالتزامات التانية اللي عليه. فانا انصح بأن الشخص يبقى أساساً يعرف كل الناس اللي معاه، أنا بذاكر، أنا عندي امتحانات، أنا هشوفكم في الوقت اللي أنا ما عنديش فيه مذاكرة. أتمنى أن أنا أكون أفدت، ولو في أي حد عنده سؤال أهلاً وسهلاً، وأنا تحت أمركم، وبالتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب كل الناس تبقى معاها أعلى الشهادات وفي أحسن المناصب يا رب. وكل سنة وانتوا طيبين مرة تانية، وتصبحوا على خير.